الرقابة، الناس اللي عندها الكلمة الطيبة، أمثال الدكتور محمد والدكتور أحمد وأمثال كتيرة موجودة، أرجوهم إنهم يتواجدوا مع أعضاء مركز النقابة ويبتدوا يودوهم إن إحنا نبقى إيد واحدة نتكاتف، نبعد عن أي خلافات وندور على مصلحة طلب التعيين، دي أهم حاجة في الدنيا ومفيش أي مال عليها بعد كده، ده رقم واحد. نمرة اتنين، أنا دايماً بعتب على أعضاء مجلس النقابة كل ما أفتح على النت في أي خبر مع احترامي ليهم كلهم، مع احترامي لجميع زمايلي اللي بيشتغلوا في وزارة الزراعة على عيني وراسي من فوق، لكن دايماً أفاجئ إن هما بيقولوا كل خبر الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، على عيني وراسي 90% من نقابة وزارة الزراعة، لكن أنا ضعيف، أنا يعني لا أمثل 1% من 10% من أعضاء. وعمالين توقفوها، كفاية دلوقتي على النقابة، أنتوا هتخترعوا الزرع، أنتوا هتخترعوا قوانين جديدة. النقابة كانت ماشية بقالها 20 سنة قبل كده، في نشاط رحلات بتتم كل سنة، إيه اللي عملتوه؟ دكتورة أميرة لما أكلمها تقول لي عندي مشاكل مالية، مش عايزين يوافقوني. هو إحنا هنا جايين مثلا عبد الروتين؟ لا، الروتين بتاع الحكومة ده شيء تاني، إحنا هنا في النقابة، لنا شغل تاني خالص مختلف. الإعلانات فين؟ بتاعة الناس، الناس بتدوخ. أنا هقول لكم على حاجة أجمل وأدني، أنا لما أكون مورد من نقابة الشرعية في سنة 2013 220,000، وفي سنة 2014 235,000، ومعايا بياناتهم نقدية بجمع وأجي أورد النقابة. أقوم أقول لهم فين الحصة 10% بتاعتي؟ أنا هشتغل منين؟ هشتغل منين؟ موظفين عندي هياخدوا مرتبات منين؟ هعمل أنشطة منين؟ مرة فاتت قابلت الدكتور شفيق وقلت له ده أنا عامل، قال لي ما هاتش واد معاك عشان تاخد الفلوس، بيتريق عليا. ترك الشيء ساعة ما جه اطلاقا بالمرة. عايزين تقول عليا المكتب بالكامل وأنا أمين عمر على رسوم؟ أنا موافق دلوقتي. شوف حد غير ما يخدمكم، لازم نصلح من نفسنا. شكرا. انا اولا عفوا يا سعاده المكتب، انت اتكلمت عشان بس في ايه دقيقه واحده. انا بحيي الدكتور سيد عبيد لجرأته والقرارات. سيد عبيد على فكره عين 200 واحد و300 واحد